التعويم وبعد التعويم ودلوقتي يعني بعد التعويم دلوقتي. العنصر الاساسي في طباعه الصحف زي ما انت عارف الورق. الورق ده بيمثل 60% 70% من مستلزمات الانتاج من قيمه المطبوع. من 70% من تكلفه المطبوع. من تكلفه المطبوع. الورق. الورق بس. لما نقول الورق قبل التعويم كان سعره كام ودلوقتي بقى سعره كام؟ يتخيل ان سعر الورق زاد 5 أضعاف. سعر الورق قبل التعويم كان كام طيب؟ قول لي قبل 5 أضعاف. يعني حط لي ارقام عشان الناس تعرف. انا يعني اقول لحضرتك 6000 جنيه الطن تقريبا. لا لا كان طن الورق قبل التعويم كان ب 4200 جنيه. 4200 جنيه؟ دلوقتي بتتكلم 19000 جنيه. 19000 جنيه مصري. ايوه. قبل التعويم يعني قبل 2011 كان طن الورق، الورق المستخدم في صناعه الصحف في طباعه الصحف. بالظبط. عشان بس المشاهدين، الورق بالزبط. اللي كان في صناعه الصحف طباعه الصحف 4200 جنيه في 2011. بالظبط. دلوقتي 19000 جنيه. 19000 جنيه. فانت تخيل منتج الخامه الاساسيه اللي بتمثل منه 70% تزيد ما يكون من 5 أضعاف. انهي مهنه دي اللي تقدر تواجه هذه المشكله الكبيره الضخمه؟ طب بعد ما زادت اسعار المحروقات وزادت اسعار السولر والبنزين والكلام ده كله تمام، هل اثر هذا على سعر الورق والطباعه؟ ده اكيد. لا، الزياده اللي تحققت في سعر الورق او مستلزمات الانتاج تمام تاثيرا بارتفاع اسعار المحروقات كانت تثبتها دي. طيب انت عندك الاصلاح الاقتصادي وعمل خطه لزياده المحروقات على كام سنه؟ زادت كم مره المحروقات؟ زادت كم مره حتى هذه اللحظه؟ زادت تقريبا 3 مرات. ثلاث مرات. ال 30% بتوع التشغيل زادوا 3 مرات، يعني تضاعف. فانت بتتكلم في ورق، يعني بتتكلم على 100% تقريبا. بالظبط. على 100% تقريبا. طب بتستورد طن الورق بكام؟ استيراد طن الورق اخر مره كنا بنشتري الورق قبل الازمه العالميه اللي حصلت في الورق كان الطن بثمنه 510 دولار. اخر مناقصه عاملينها كان لجنه ورق تبع الهيئه العليا للاعلام. ايوه. طن الورق ب 950 دولار. 950 دولار. بالظبط كده، يعني حضرتك بتتكلم في 85% 100% وبتضيف عليها 10% مصاريف بنكيه وفتح اعتماد وخلافه بتوصل ل 100%. تمام. يعني انت يعني في